أسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله يا تاسع رح ناخذ درس التطابق اللي هو الدرس القبل الأخير من الوحدة، اللي هو اليوم رح نتعرف شو معنى تطابق. تطابق قطعة مستقيمة، تطابق زاوية، تطابق شكلين. تتطابق القطعتان المستقيمتان إذا كانتا متساويتين في الطول. فساعتها بحكي إذا كان القطعتين إلهم نفس الطول، يعني هذول القلمين نفس الطول إلهم، هذول متطابقين، تمام؟ متطابقين. فساعتها بحكي إنه سين صاد تطابق لمعين، هذا رمز التطابق، رمز التطابق، يعني بس تشوف هذا الرمز اعرف انه قصده تطابق. اذا وافقت، اذا كان اطوالهم متساوية، اذا الاطوال متساوية كان في تطابق، اطوال مش متساوية ما في تطابق. تتطابق الزاويتان اذا كانتا متساويتان في القياس، اي ان بنحكي الزاوية زاوية معينة تطابق زاوية معينة، هي هذا رمز التطابق. إذا كانت القياسات متساوية، إذا كانت القياسات متساوية، يعني هل يجوز تطابق بدون تساوي؟ لا، تمام؟ يتطابق شكلان إذا وجد تناظر بين أضلاع ورؤوس الشكلين، بحيث يطابق كل منهما الآخر. يعني شفنا شكل معين، كان الضلع ألف باء مثلاً، هون خليني أجي هون. مثلاً أنا شفت هذا الشكل، وشفت هذا الشكل، تمام؟ إذا كان عشان يكون في تناظر لازم تكون، عشان يكون في تطابق لازم الأطوال الأضلاع المتناظرة متطابقة. لاحظت إنه هاي طوله 5 وهذا طوله 5، إذا هذا يطابق هذا، تمام؟ هذا طوله 6 وهذا طوله 6، إذا هذا يطابق هذا. طيب هذا كمان طوله 5، إذا هذا يطابق هذا. طب هذا طوله كم؟ 6، إذا هذا يطابق هذا. الأطوال الأضلاع المتناظرة تطابقت، نعم. طب الزوايا، الزوايا أكيد بما إنه مستطيل فزوايا قائمة، إذا أكيد الزوايا جميعها متطابقة، تمام؟ نيجي على مثال إنه كيف أنا بدي أطابق شكلين أمامي. هلا رسمتي أنا مش دقيقة، إذا مش مقتنع في الرسم بترجع للكتاب، ترجع للكتاب. هلا أنا عندي هون، أنا شايفة بحكي لي ابحثي في تطابق هذول الشكلين، بدي أبحث في التطابق، عشان يكون في تطابق لازم جميع الأضلاع وجميع الرؤوس تكون متطابقة، تمام؟ المتناظرة متطابقة. لاحظت أنا إن الضلع ألف باء، ألف باء، الضلع ألف باء يطابق ألف باء، بدي أقلب الشكل، ما أنا يطابق ضلع واو هاء، واو هاء متطابقين ومتساويين، ومنه ومنه الزاوية ألف، الزاوية ألف تطابق الزاوية واو. أنا لاحظت إنه، ركزوا معي، لاحظت إنه الضلع هاد يناظر الضلع هذا ويساوي نفس الطول، ولاحظت إنه الزاوية، ما أنا بدي أقلب الشكل هذا هيك يصير، فالزاوية ألف تطابق الزاوية واو، تطابق الزاوية واو. كمان أيضا لاحظت إنه الضلع با جيم، با جيم يطابق الضلع هاء حاء، والزاوية، والزاوية با تطابق الزاوية هاء، تمام؟ كمان لاحظت إنه الضلع ألف دال، ألف دال يطابق الضلع واو زين، يطابق الضلع واو زين، والزاوية، والزاوية أخذنا إحنا ألف دال، والزاوية دال تطابق الزاوية زين، الزاوية دال تطابق الزاوية زين. أيضا لاحظت إن الضلع دال جيم يطابق الضلع زين حاء أو حاء زين، ما بفرق التسمية إذا انقلبت، تمام؟ فلاحظت أن الزاوية، أن الزاوية جيم تطابق الزاوية، تطابق الزاوية، الزاوية جيم رح تطابق الزاوية حاء، تطابق الزاوية حاء.
فبالتالي يكون المضلعان متطابقان، يكون المضلعان متطابقان. إذا نستنتج قواعد إنه يتطابق مضلعان لهما العدد نفسه من الأضلاع في حالة واحدة فقط، إذا تطابقت الأضلاع المتناظرة والزوايا المتناظرة. إذا تطابقت الأضلاع المتناظرة والزوايا المتناظرة، شرطين التنتين مع بعض. كمان إنه المضلعان المتطابقان يكونان متكافئان. حكينا التكافؤ يعني إنه المساحة الشكل الأول تساوي مساحة الشكل الثاني. ميم المقصود فيها مساحة، المقصود فيها مساحة. طيب عندي مثالين، هل المستطيل الذي طوله 5 سنتي وعرضه 3 سنتي يطابق المستطيل الذي طوله 6 وعرضه 4؟ يعني أنا عندي مستطيلين، الحل أنا عندي مستطيلين، مستطيل طول أطوال أضلاعه 6 و4 ومستطيل أطوال أضلاعه 5 و3، هل هون في تطابق؟ لا، نحكي لا يوجد تطابق، نحكي لا يوجد تطابق. ليه؟ لأن صحيح أن الزوايا جميعها قوائم ومتطابقة، لكن الأطوال الأضلاع ليست متطابقة. طابقة، أطوال الأضلاع المتناظرة ليست متطابقة، لا يوجد تطابق لأن أطوال الأضلاع المتناظرة ليست متطابقة. فبحكي المستطيل الأول لا يطابق المستطيل الثاني. خلينا بلاش تفكروها، هاي رقم اثنين مقارنة. مستطيل واحد لا يطابق مستطيل اثنين، تمام؟ طيب بحكي لي ألف باء جيم دال مربع، خلينا نرسمه. ألف باء جيم دال مربع، هاي نرسم مربع اسمه ألف باء جيم دال مربع، طول ضلعه 6 سنتي، طول ضلعه 6 سنتي، وعندي كمان مربع آخر، مربع آخر اسمه عين لام واو ياء، طول ضلع 12. هل في رأيك المربع هل يوجد تطابق؟ نحكي لا يوجد تطابق، لا يوجد تطابق. طيب لماذا لا يوجد تطابق؟ لماذا لا يوجد تطابق؟ لأن صحيح الزوايا كلها قوائم وكلها متناظرة متساوية، لكن لأن أطوال الأضلاع المتناظرة أو طول الضلع في المربع لا يناظر طول الضلع في المربع الآخر، المتناظرة ليست متساوية، ليست متساوية، فبالتالي بحكي المربع، المربع ألف باء جيم دال لا يطابق. لو يطابق بنحط الشحطات الثلاثة بدون هذا الخط اللي بقطعهم. يطابق المربع لا يطابق المربع عين لام واو ياء. درس اليوم درسنا كثير سهل، ما رح تتغلبوا بفهمه، وقته كثير قصير، عندك واجب تمارين ومسائل كاملة، تمارين ومسائل كاملة اللي هي صفحة 130، صفحة 130. يعطيكم ألف عافية تاسع.